ولو ألقى البلا. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا ديننا. مرحبا، أهلا، بارك الله فيك. فضيلة الداعية الدكتور عمر عبد الكافي، كما وعدنا المشاهدين في الحلقة السالفة بأننا سوف نكمل معهم موضوع التوبة. فبعد أن تحدثنا عن مدلول كلمة التوبة وأركان التوبة وشروط التوبة كيف تتم، باعتقادك ماذا تبقى لنا من طرح هذا الموضوع حتى نستكمله من جميع جوانبه؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نتحدث عن نوعي التوبة أولا، ثم ندلف بعد ذلك إلى مما نتوب، ما هي المعاصي، ما هي المعاصي صغيرة وكبيرة وكيف تقسم، ثم منابع المعاصي من أين تأتي، من أين تأتي المعاصي، ثم كيف نواظب على مسألة استمرار التوبة، ما الذي يضعف الهمة عند المسلم فبعد أن يتوب ويندم ويتلذذ بحلاوة السير في طريق الله تفتر عزيمته وتخبو شعلة الإيمان في قلبه، ما الذي يثيرها مرة أخرى ويشعلها ويضيئها مرة أخرى؟ هذا أمر. ثم يعني هل التوبة خاصة أم عامة؟ هل التوبة فردية أم توبة المجتمع كله؟ طب إذا تاب البعض ولم يتوب البعض ما العمل؟ يعني في هذه بعض محاور يعني. بارك الله فيك، الله يوفقكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، في هذه الحلقة نكمل أنواع المعاصي التي يتوب منها العبد، وفي النهاية نتساءل سؤالا بسيط مفاده: إذا كان الفساد من العباد لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، وإذا كان الصلاح لا يزيد في ملكه شيء، فهل يفرح ربنا تبارك وتعالى بتوبة عبده؟ نواصل بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. مرحبا. أشكال وأنواع التوبة ماذا هي يا دكتور عمر؟ يعني نحن عندنا نوعان كبيران أو نوعان أو قسمان رئيسيان للتوبة. في توبة إنابة وتوبة استجابة. توبة إنابة إلى الله ونوبة استجابة إلى الله أو لله. نعم. توبة الإنابة أن أتوب أنا من صغير الأمر وكبيره، لأنني أخاف من الله من أجل قدرته علي. نعم. خوف من القادر. نعم. سبحانه وتعالى. ونعم بالله. القادر. ثم توبة الاستجابة أن أخشى أتوب من أجل قرب الله مني، لأنه يراني ويسمعني. هذه توبة الاستجابة، أستجيب دون مخوف. نعم. أستجيب لأن الله يعني كما كان شقيق يعلم ابن أخته ويقول له، شقيق البلخي كان يعلم ابنه ويقول له وهو صغير: يا بني ليكن أمامك دائما الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي. بس يستشعر الولد معية الله سبحانه وتعالى. نعم. فيعني يعبد عن حب ولا يعبد عن خوف، لأن الله يحب من عبدي أن يحبه، أن يعبده حبا، لأن الله عرض الجنة وما فيها لفيعبد الناس رب العباد عن حب. فلما رأى تكاسلهم ساقهم كما قال ابن عطاء إلى الجنة بالسلاسل: عجب ربك من قوم يساقون إلى النعيم بالسلاسل. ده سلام، لأنهم ما نفع معهم يعني الترغيب 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 الترغيب، لأن حتى في الأبناء ولد يأتي بالكلام بكلمة طيبة، ولد يأتي بالإشارة، ولد يأتي إلا بالتشديد. نعم. وهو العبد يخرع بالعصا سليم أو الحركة في المقالة أو الإشارة أو الملامة. نعم. يعني مجرد سبحان الله العظيم. في العباد من يعني يذوب عندما يسمع آيات الترغيب، وهذه يجب أن يرغب الناس في عبادة رب الناس. والترهيب، الترهيب مطلوب عند بعض المستمرئين بالمعصية، والإسلام والدين على ترغيب وترهيب، والقرآن نزل مثاني حتى أنك تعود مثلا
عدد كلمات ما ورد عن الجنة 158 مرة، النار 158 مرة، الرحمة 213 مرة، العذاب 213 مرة. سبحان الله. كلمة يوم تكررت في القرآن 365 مرة، كلمة شهر تكررت 12 مرة مثلا، من أعاجيب القرآن مما في القرآن. القرآن مثلا يعني الإعجاز العددي. فالله سبحانه وتعالى يعني عندما يفتح طريقا للعبد، فالقضية كلها في إطارها أن الله غفور ودود، ليس غفورا فحسب، إنما هو غفور ودود. ماذا تضيف كلمة ودود للسياق؟ أن الله سبحانه لا يعاتب عبدا منحرفا عاد إليه، لا يعاتب. هذا معنى الودود. وكل العباد تعاتب. الله لا يعاتب؟ لا يعاتب عبدا، يعني لا يقول لماذا لا يعاتب. أقصى ما يعمل أن يأتي العبد يوم القيامة بين يدي ربه في صحيفته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بضع حسنات قليلة صنعها العبد وضعت في الصفحة التي بينه وبين الناس في المحشر. نعم. ومئات وألاف وملايين السيئات وضعت بالصفحة التي بينه وبين الله، ولكن العبد يجد نفسه واقفا مع أهل اليمين فيتعجب، يظن أن الملائكة قد أخطأت فيتعجب، يقول يا عبدي ما صنعته من حسنات جعلته بينك وبين الناس، وما صنعته أنت من ذنوب جعلته بيني وبينك، سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. يا سلام. هو الستار. نعم. فهو الغفور الودود، لا يعاتب من عاد إليه، لا يعاتب، لا يفتح الباب. بدليل ان العبد اذا اذنب وتاب يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، اشهدكم اني قد غفرت له، يعود العبد الى الذنب مره اخرى فيتوب، اشهدكم اني قد غفرت له المره الثالثه، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، اشهد، فاذا صنعها الرابعه والخامسه يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا، اشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى الذنب مره اخرى. يا سلام. لماذا يذهب العبد الى الذنب؟ لان الله يخلي عنايته عنه عندما يستمر المعصيه، عندما يستمر المعصيه لما يستمر المعصيه يخلي بينه وبين سبحان الله. لكن الله عز وجل يغار على عبده المؤمن، حتى ان رب العباد يغار على الموحدين العصاه الذين دخلوا جهنم بعد ان يبقى عدد منهم في النار. نعم. يقول المشركون والكفار يعني هكذا استوينا في المكان، سبحان الله، فيعني ماذا يقول فعقم الدين سبحان الله العظيم. فيقول الله اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله، هنا يقول ربنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذه اللحظة، يتمنى الكافر لو نطق بالشهادتين او لو سلك بضعا، لكن هناك حقوق لابد ان تقتص من هؤلاء، فيأتي زمان على جهنم التي فيها عصاة الموحدين تصفق ابوابها، يعني تخلو من فارغة أو لكن يعني لكن مسألة هم يبقثون في وقت منها. اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. ولذلك يعني من تعب لله في الدنيا لن يتعب في الآخرة، من كد لله وتعب لله وحمل هم الإسلام وتحمل الابتلاءات، هذا يعني كد لله وتعب، فالله عز وجل يريحه في الدنيا في الآخرة. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. سبحان الله. حتى قال أحد العلماء والله لو توعدني أن يحبسني في بستان لكنت خائفا، المجرد الحبس هذا ولو في بستان. نعم. ومن يحبسني؟ نعم. الذي أنعم عليه. فهي القضية أن العبد سبحان الله إذا أراد التوبة فيجب أن يتوب توبة إنابة وتوبة استجابة، توبة إنابة لقدرة الله علينا، وتوبة استجابة لقرب الله منا. يا سلام. تستوي المسألة. نعم. بارك الله فيك. دكتور عمر عبد الكافي، كما أن للحسنات منابع وقنوات، فبالقطع هنالك للمعاصي منابع وقنوات أيضا. نعم. فما هي منابع المعاصي؟ أنت تستطيع أن تجمل المعاصي كلها تحت عناوين أربعة، صفات المعاصي نفسها. نعم. التي يتصف بها العبد العاصي، إما أنها صفات ربوبية أو صفات شيطانية أو صفات بهيمية أو صفات سبعية. صفات ربوبية أو شيطانية أو بهيمية أو سبعية. سبعية.
الصفات الربوبية أن يكون العبد جبارا. نعم. جبارا متكبرا يتكبر على عباد الله عز وجل، قهارا يقهر عباد الله والعياذ بالله سبحانه وتعالى، أو يستغل منصبه أو مكانته الاجتماعي أو ماله في قهر عباد الله عز وجل. نعم. هذه الصفات الربوبية لا يجب أن يتصف العبد بها. يعني نعم. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي. سبحان الله. نعم. ومن تواضع لله رفع عرضه. هناك الصفات الشيطانية، الحسد، الحقد، هذه من الشيطان. نعم. الذي جعل إبليس يأبى خير من السجود، فحسد، حقد، غل، ضغينة. نعم. عدم حب، يعني محبة الخير للناس، هذه وإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل المر الحطب، لأنه لم يرضى بسمة الله. سلم يا رب. هذا الشيطان، هذا نمرعه. الشيطان لم يرضى قسمة الله، أن جعل آدم يعني خليفة ده، فلم يرضى هذه القسمة، قال أنا خير منه. هذه صفة شيطانية، يجب أن الإنسان يحبس هذه الصفة عنه، يبتعد عن هذا. ثم هناك صفات بهيمية، اللي هي الشهوات والغرائز. نعم. حب الانتقام وأكل حقوق الغير، بهيمة تعيش سبحان الله. الهوى. الهوى يريد أن ينطح هذا، وأنا سبحان الله. ثم صفات سبعية، التكالب والشره والهجوم على الآخرين، واغتصاب الحقوق والافتراس، سبحان الله العظيم. سلام. فالإنسان يراعي مثل هذه، فإذا أغلق هذه المنابع يعني لا تنتج إلا خيرا، لكن إذا تركها ماذا تكون النتيجة؟ مصيبة. والعياذ بالله. هذه تثمر المعاصي كلها بقى. واندرج فيها أنواع المعاصي. أنواع المعاصي. كثير أنواع المعاصي شكرا. والله إحنا عندنا نوعين أساسيين. في صغائر وكبائر. من ناحية الحجم. نعم. ومن ناحية النوعية في معاصي جوارح وفي معاصي قلوب. فبأيهما نبدأ؟ بالحجم، بالصغير والكبائر. اولا نريد ان نقرر بعض الامور. نعم. اول شيء بالنسبه للصغيره والكبيره، لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. هذه في النقطه الاولى، لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. قطره ماء تسقط من هذا السقف على هذه المنضده لن تؤثر فيها، لكن بعد مرور 5 سنوات من تقاطرها سوف تسقطها. ولذلك يصنع الذنب في القلب نكتة سوداء بتكراره أول مرة، فإذا تاب العبد كأنما هو إناء غسل. أيوة. فإن لم يتب جاءت النكتة الثانية بجواره، نكتة سوداء أيضا، ثم النكتة الثالثة. فإذا غاب العبد عن قضية الاستغفار والتوبة رانت الذنوب على قلبه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحجب والعياذ بالله عن نور رب العباد، فلا تنفعه موعظه. سبحان الله. اضرب لك مثال، ربما ضربناه من قبل. لو ان ربه الدار او ربه البيت اخذت الطبق الذي اكلنا فيه، او انا اخذت الطبق الذي اكلت فيه وغسلته فورا، نعم، هذا يستغرق مني نصف دقيقه. سليم. لو تركته في حوض الغسيل لمده 4 أيام 5 أيام ببقيه الطعام الذي فيه، اولا جف وصار لها رائحة كريهة، وصار يحتاج مجهود أكبر في الغسل ومنظفات إلى آخره ومكلف. هكذا الذنوب مع العبد، إن لأن قال العلماء العجلة مكروهة في كل الأمور إلا في 4، أولها التوبة من الذنب، مستحب فيه العجلة. العجلة وعجلت إليك رب لترضى. سبحان الله. التوبة من الذنب، إرجاع الحقوق إلى أصحابها، دفن الميت، سداد الدين، والخامس يقال تزويج بنت البكر إذا جاء من نرضى خلقه ودينه. هذه عجلة مستحبة، أما في بقية الأمور العجلة غير مستحبة، خلق الإنسان من عجلة. إذن ما يقال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ليس في كل الأمور. لا 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 لا، تمام. في هذه الأمور يعني لابد أن نعجل، لابد من العجل، لابد من العجل. فأفضل العباد عندي من يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريزته، هكذا في الحديث القدسي. نعم. والذي يعني يغضب إذا انتهكت محارمي كما يغضب النمر إذا حرب، إذا النمر كشر عن أنيابه فينظر إلى منظره، هكذا إذا رأى المسلم شيئا ينتهك يتمعر وجهه. يقول يا جبريل اقلب قرية كذا، قال يا رب إن فيها عبدا فلانا صالحا، قال به فابدأ، ما تمعر وجهه عندما رأى محارمي تنتهك. الله. فإذا نقرر، لا صغيرة مع إصرار،
بلا كبيرة مع استغفار. طيب من الجانب الآخر لا صغيرة إن قابلك عدله. بمعنى إذا قابلني عدل الله عز وجل لا تصير الصغيرة صغيرة، لأنها صغيرة في حق من؟ في حق القدير المتعال، حق الله. ها؟ لا صغيرة، لا أفهم، لا أفهم، سامحني. لا صغيرة إن قابلك عدله إن عملني رب العباد بعدله يوم القيامة. نعم الصغيرة تدخل النار، لأن صغيرة في حق من؟ هذا مدلول بداية. لا صغيرة إن قابلك عدله. آه لا صغيرة إن قابلك عدله تكون كبيرة، يعني تكون مصيبة. سبحان الله. ولا كبيرة إن واجهك فضله. يا سلام. ولذلك دعا الصالحون اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، إن عاملتنا بفضلك رحمتنا وإن عاملتنا بعدلك قد أهلكتنا، والحق كله لك وأنت الحق يا رب. الله. لا صغيرة إن قابلك عدل، لنحفظ ويحفظ بالعدل. بالضبط بالعدل نور لطيف. إذا حكم الله بأننا بالعدل سندخل النار. سبحان الله. لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. الله. فضله. قال علي سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. يا الله. ها؟ الله. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. ذهب عمر ليقتل محمدا، هذا على حد تعبيره يعني. لا. هذا الذي كذا وكذا وكذا، فيعود عمر سبحان الله بماذا؟ يعود عمر، عمر الفاروق، عمر الذي فرق الله أسطورة التاريخ. نعم. لو عذبنا جميعا ما نجوت إلا أنت يا ابن الخطاب، هكذا يقول الرسول ده عليه الصلاة والسلام. الله. الحق بعدي ما دام عمر. هذا عمر، هذا رجل يكره الباطل، كل هذا في عمر. وسبحان الله ذهب ليقتل محمد. سبحان الله. إذا نظرة من عين رضا الله عز وجل تخدم الكافر. فإنسان لا يستصعب أبدا القدرة الإلهية في هداية أي إنسان، يقول يا فلان هذا يا مش ممكن. لا أخي سبحان الله، ربما بينه وبين طريق الهداية لحظة لحظة. يعبر رجل إلى في الخندق من الكفار إلى رسول الله، قال يا محمد أين أسلمت؟ طائعا مختارا، وقاتلت معك صابرا محتسبا، فقتلت أدخل الجنة؟ قال لا. بلى. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فجاءه سهم غرب. يا الله. الله. فخر شهيدا. فتبسم الحبيب، قالوا ما عهدناك تتبسم. قال دخل نال الفردوس الأعلى وما سجد لله سجدة. ما في ولا سجد. الله. والأعمال بالنيات بخواتيمها. بالنية وبخواتيمها. اللهم أحسن. ومات على الشهادة. على سلام الإسلام. سبحان الله. سحرة فرعون. نجد أن نقف، لأن لا نريد، يجب أن نفتح باب الأمل للناس، لأن الذنوب كثيرة، والمجتمع كما قلت أنت في الحلقة السابقة يعني يعج بميكروبات وجراثيم كثيرة، ونسأل الله أن يقوي عزائنا. يا رب يا رب. سحرة فرعون لما أيقنوا أن صنع موسى هذا ليس صنعا بشريا، وهم أهل الحرفة والفن فاهمين القضية، يعني خروا سجدا، قالوا أمنا برب هارون وموسى. قال امنتم له قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه من الذين، ان المهم الى اخره. طيب لقطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولصلبنكم في الجذوع النخل ولا تعلمون. ماذا قال؟ اقض ما انت قاض. انما لماذا يقولون هذا؟ لان الايمان مس شغاف القلوب، واذا مس الايمان شغاف القلوب صار عبدا ربانيا لا يطأطئ راسه الا لله. اقض ما انت قاض، وهذا فرعون صح. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا حوار بأسلوب العصر يستغرق 5 دقائق. سليم. هذا الصبر لهذه الدقائق أخذوا به نعيم الأبد كله. يا الله. نعيم الأبد كله حزوه بصبر ساعة. بصبر ساعة. ولذلك لما عز رجل عبد الله بن عباس في أبيه العباس قال والله ما سمعت عزاء أفضل من أعربي قح. دخل يعزيني في ابي العباس، وعبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران وما يعزيه وابو البلاغه. فقال له يا ابن عباس اصبر اصبر، نكو بك صابرين، فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. يا سلام. الكلمات الطيبه. يا سلام. فاذا الصغيره والكبيره
مع رحمة الله عز وجل تذوب. ولذلك ومع عدله لا مصيبة. ولذلك قال أبو حامد الغزالي عفوه، أو يعني روى عن أحد الصالحين، عفوه يستغرق الذنوب فكيف وده؟ إذا كان مجرد العفو يستغرق الذنوب، يعني يمحو الذنوب داخلها. نعم يستغرقها، فلو يغرقها ينهيها. عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه؟ فكيف وده؟ ووده يضيء القلوب أو ينير القلوب فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول فكيف قربه؟ يا الله. انظر إذا المتملقين أو هذه الإشارات العالية من هؤلاء الصالحين. نعم. يعني العفو مع الود مع الحب، سبحان الله. هذه علاقة مرة ثانية يا مولانا. عفوه يستغرق الذنوب مهما تكن، سبحان الله. قال عفوه تمحى. شوف، من أكبر الكبائر أن تظن أن كبائرك وذنوبك أكبر من عفو الله. هذه من أكبر الكبائر. الناس تصل إلى درجة اليأس. سأعود مع فضلتك إلى هذه النقطة. ولكن بعد عفوه يستغرق الذنوب فكيف وده؟ نعم. كما قلنا في الحلقة السابقة، هو الغفور الودود. الودود. لا يعاتب. نعم. ووده ينير القلوب فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول فكيف قربه؟ تخيل. وذلك قال إيه؟ يعني يعني أصحاب اليمين. السابقون الاول، يعني الدرجه الاولى قبل اصحاب اليمين، اولئك المقربون. فقال الحسن البصري: ذهب المقربون، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. يا الله. البصري البصري وهذا رجل عجيب سبحان الله. ولكن العبد عبد والرب رب سبحان الله. فاذا شوف، باب التوبه مفتوح. طب يعني في وقت بسيط، مسألة القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه من أكبر الكبائر ومن أكبر معاصي القلوب. يعني موجود بين ظهرانينا العلم. أن تقول لا يتوب يقول ذنوبي كثير، لا يغفرها الله لي. هذا القانط يعني يقول الله في الحديث القدسي: إن وجدتم آيسا من رحمتي فأملوه. بمعنى يعني إن وجدتم إنسان قانط من رحمة الله أقول أمل. وإن وجدتم آمنا من مكري فحذروه. يا سلام. لازم صحصحوا في افق يا فلان. ولكن الانسان الايس هذا، تعالى، انت صنعت من؟ صنعت الله. انت خلق من؟ خلق الله. الله ما عودك الا خيرا، وما رايت منه الا جميلا. فمن رحمته انك سبحان الله حتى وان سلكت مسلك الذنوب فالله غفور رحيم. نذكره بالحديث: من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت رب غيري أم وجدت رحيما سواي؟ لماذا يعني يتلقاه من بعيد الذي جاء تائبا؟ حتى لا تحدث له عقبات تعطله عن السير في الطريق، يسهل ويذلل له الصعاب. شوف الرؤساء والملوك والمسؤولين عندما يدخلوا إلى قاعة تفرش لهم سجاجيد حمراء. خلاص طيب. نعم. بالله عليك ولله المثل الأعلى، وأنت داخل على طريق الله عز وجل يا أخي، اللي خلى في مجلس العلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فإذا كان هذا ذلك مجلس علم مرضات الله، فما بالك بالتائب؟ ماذا يفرش له؟ ناديته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب قبل أن يضل إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ أهل ذكري أهل شكري، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. يا الله. من يجد هذه الرحمة ويقنط؟ لا يقنط، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أبدا، بالعكس. فكلما شوف يعني كان عمر يضحك مع الصحابة يقول: أنا أكثركم حسنات. قالوا: لما يعني أول مرة تقول هذا؟ قال: لأني أكثركم ذنوبا في الجاهلية، أخذت مصائب كبيرة. الله أكبر. على قدر هذا ما ترك عمر مكانا آذى فيه المسلمين إلا وجلس وأحسن فيه إلى المسلمين، وما أنفق نفقة في الجاهلية صدا عن الله وعن رسوله إلا وأنفق مثلها في الإسلام ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله. تبدل حسنات. شوف الكلام. وبعدين بقى ده في إكرام من الله عجيب. العبد أذنب سنوات، نعم، وأسرف على نفسه،
إنسان 50 سنة لا يصلي وأراد أن يتوب، 50 سنة يعاقر الخمر يلعب الميس أي شيء أراد أن يتوب، أول شيء إذا صدقت النية أولا تمحى الذنوب أولا، نعم محي صارت صفر خلاص تمام. طيب الذنوب التي صنعتها هناك شهود 10 تشهد عليه، شهود 10 ها الزمان نعم. إذا صنعت الذنب ليلا أو صنعته نهار تشهد عليه، وبعدين المكان الأرض التي صنعتها تشهد بي أو عليه، ثم الجوارح ألسنتهم أيديهم وأرجلهم، ثم الملكان ملك الحسنات وملك السيئات خلاص نعم. ثم في شهود إذا رآني آخرون سبحان الله، ثم يأتي الله ومن قبل ومن بعد الله خير الشاهدين. طيب ماذا يصنع الله عز وجل من فضله؟ ينسي الحفظة وينسي الأرض وينسي الزمن وينسي الشهود، فلا يبقى شاهد على ذنبي إلا الله رب العالمين وهو الرحمن. الله الله. قال الأعرابي يا رسول من يحاسبنا يوم القيامة؟ أو يقال أن سأل علي قال يحاسبنا رب العباد، قال إن الكريم إذا قدر عفا. مش الكريم يحاسبني خلاص، شو هذا أمل سبحان الله. ولكن الأمل إن الكريم إذا قدر عفا، هذا طبيعة الكريم صاحبة الكريم سبحان الله العظيم. فالعبد سبحان الله العظيم بعد أن يتوب أولا يمحى تمحى الذنوب كلها، فإنما ولد لتوبه نعم. ثم ينسي الله الحافظة والشهود كلها فلاش على الأحد. نمرة ثلاثة توضع مكان السيئات حسنات، وإذا كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبد، وإن كان عاصيا وأراد أن يتوب قال يا رب قال لبيك 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 يا عبد. يا الله. لأن الله عز وجل الملائكة تفرح بالتوبة، وعمر يقول رضوان عاشر التوابين فإنهم أرق أفئدة، التائب الجديد بكاء وجالس مجلس، الثاني مستمر الطاعة أو يعني يقول الحمد لله أنا ما صنعت كذا أنا أصلي من صغري فقد تعود، لكن التائب يتلذذ بحلاوة الطاعة ويجد لها لذة ويجد سبحان الله العظيم. ولذلك إيه كان في حول الرسول صلى الله عليه وسلم البكاؤون السبعة نعم كانوا يبكوا سبحان، حتى ان ابا بكر لما قال رسوله في مرضه مر ابا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف يعني كثير البكاء اذا قام لم يسمع الناس من البكاء، فكان اذا قرأ بكى وابكى من حوله نعم سبحان الله، حتى يقال ان عمر من كثره البكاء والخوف صنعت الدموع خطين تحت عينيه فهذه المحاور تفرح الإنسان ولا تجعل يقرب من الرحمن. إذا كانت كبيرة أم صغيرة الذنوب كل ما سبحان طالما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقال في قصص بني إسرائيل قصة من الأثر، رجل أسرف على نفسه سنوات طويلة 20 سنة نعم. ذهب إلى حبر من أحبار وقال له يا أيها العالم أنا يعني ما من أمر إلا وعصيته وما من نهي إلا وارتكبته. لا لا إلا الله أليم التوبة. الحبر اليهودي شاف ان يعني المسألة فيها، قال اذهب وخذ عرجونا قديما، عرجون بتاع النخلة النخل. في عرجون قديم يعني مقطوع من النخلة منذ سنوات جف يعني يكنس به الطريق نعم. واكثر من استغفار والتوبة والصدقات والصيام والتطوع، فان اخضر العود فقد تاب الله عليه. الرجل اخذ كما هو ويذهب ويكثر من الحسنات ويكثر من البكاء ويصنع الصالحات 5 أشهر متواصلة، استيقظ فجأة فإذا العرجون أخضر سبحان الله، فذهب ليشكر ويحمد هذا العالم نعم، وقبل يده جزاك الله عني خيرا، اخضر العود فانحنى العالم يقبله قال خبرني كيف تبت كي أتعلم. يا الله كيف يأخذ الأسلوب. شوف يا الله. شوف لا لأبدا رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع مما تخيل الإنسان، والمذنب لا ييأس أبدا بل يطرق الباب، وهذا الباب لا عليه باب ولا عليه بواب، هو مفتوح على مصراعيه ليل نهار، لا حاجب ولا حراس ولا أي شيء. وحتى سيدنا أبو بكر كان يخطب ينجد عز يا رب ليس لك وزير فيؤتى ولا حاجب فيرشى. وكان بعض أهل العلم يعلمونها ونحن صغار دعاء لطيف، يقول يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك فارحمني. يا سلام. انت لك عباد كثير 6 مليار 10 مليار 100 مليار لكن انا ليس لي الا انت رب. ما لي سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. هنا من انواع الذنوب والمعاصي كبائر
والصغائر. تمام. يعني الكبائر مثل ماذا والصغائر مثل ماذا؟ نحن عندنا فيه لمم. نعم. يعني يرجى لها العفو. الناد بسيطة. الناد بسيطة. والله يا شيخ لا تأكل دي. يا شيخ ما خرب. سبحان الله العظيم. نعم. هذا لمم يرجى له العفو. خلاص. وفي صغائر لكن لو استمرأها الإنسان تصير الصغيرة كبيرة كما قلنا. اللمم أصغر شيء. أصغر شيء. شيء نعم. حاجة بسيط معفو عنه. نعم. الذين يتبعون ذكر بالقرآن إلا اللمم سبحان الله. وإذا ما غضبوا هم يغفرون أيضا. هذا لابد موازنة واحدة واحدة لنجزئ المسألة. نعم. وهذا هو اللمم. تكبر فتصير إيه؟ تصير صغيرة. صغيرة صغيرة يعفى عنها بالاستغفار ما بين الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر. مثل ماذا مثلا الصغير؟ الصغار مثلا يعني كذبة صغيرة يعني لا, لا لا لم تضر أحدا حتى سموها الناس كذبة بيضاء مثلا. نحن نريد أن 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 نعمم لكي لا يأخذ. نحن نريد أن يعني مثلا ذنب صغير يعني نظر نظرة ثم استغفر الله عز وجل فجاءته نظرة فيعني يعني النظرة الأولى لك فهو خلاها ثانية فاستغفر الله فغفر الله له. هذه صغيرة. لكن لو يعمل برج مراقبة ليست هذه صغيرة. يعني نصور إذا قلنا الكبائر مثل ماذا نفهم ما دون ذلك هو صغير. الله يرضى. ثم تعلو درجة. نعم نصل العياذ بالله إلى الكبيرة إلى الكبائر. الكبائر نعم. الكبائر سبحان الله ما بين العلماء وضحوا ما بين سبعة ربما إلى سبعين. العلماء جمعوا ما بين سبعة كبائر إلى سبعين كبيرة. نعم. هذه مساحة سبحان الله. فالكبائر أولا أكبر كبيرة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. والعياذ بالله. وينقسم قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك هذا أول كبيرة. هذه كبيرة. والكبيرة التي لا غفران لها إلا بأن يسلم. نعم. يجدد إيمانه وإسلامه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لكن المشرك إذا دخل ونطق بالشهادتين ودخل في حومة الإسلام إن شاء الله انتهى الأمر. فالشرك الأكبر والشرك الأصغر هذا أمر هذه كبيرة. ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. هذه كبيرة. والعلماء على رأيين فيها هل يخلد في النار أو يخلد. نحن لا نؤصل إنما نضع عناوين. نعم. نعم. ثم شرب أم الكبائر الخمر. هذه كبيرة. من شرب الخمرة وربما لا يتقبل له عملا 40 يوما كما ورد عند أهل العلم. هذا كلام خطير سبحان الله. أم الكبائر. ثم ارتكبت فواحش. هذه كبيرة. يعني نعم. شهادة الزور كبيرة. حقوق الوالدين كبيرة. قال إياكم والشرك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل. قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقال قلنا حتى قلنا لا توسكت. نعم. هذه كل وشهادة الزور ليست أمام المحكمة فقط. لا نحن نشهد الزور كثيرا والعياذ بالله أو كثيرا إلا من رحم ربي. يعني تذهب مثلا البنت مع زوجها هو يريد أن يشكو لحماه من زوجته. نعم. الزوجة فورا الأم أنا ابنتي لا تخطئ ابنتي ملاك طاهر يعني سبحانه هو شيطان مريض. فانتظر حتى تسمع الطرفين. الهوى هنا جميل. لأن هذه فواف المجتمع لا تعتبر شهادة بقدر ما تعتبر دفاعا. لا دفاعا أو دفاعا باطل. يأتي شق مالي أنا الآن في موقف القاضي والقضاة ثلاثة اثنان في النار. قاضي يأخذ بجهل وقاضي يأخذ بهوى. صح. والقاضي الثالث العادل ينتفض به جسر الانتفاضة يطير كل عضو من أعضاء في مكان لا يعيدها إليه إلا عدله. سلمنا رب. مسألة كبيرة. مسألة كبيرة. سبحان الله. فيقول لا أنا ابني لا يخطئ أنا ابنتي لا تخطئ أنا لا سبحان الله. فهذه نقطة. يعني شهادة الزور. فهذه هي طبعا الربا. نعم. هذه توجب حرب الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله عليه بالله رب العالمين. طبعا هناك تعالى إلى تقسيمها من ناحية الجوارح والقلوب. معاصي الجوارح ومعاصي حتى تستبين الصورة أكثر. حتى يستبين الإنسان يعني يضع نقاط معالم. نعم. في الطريق. نعم. شوف معاصي الجوارح أهون من معاصي القلوب. كيف تعالى لمعاصي القلوب أولا لنرى العظيم ثم نرى وليس يعني معنى هذا نهون نحن من معاصي الجوارح لكن التوبة من معاصي الجوارح أهون على النفس
من معاصي القلوب. لماذا؟ القلوب ماذا في القلوب؟ الكبر. سلم يا رب، سلم يا مصير. رب صح. أن أرى نفسي غير الناس، أن أنظر إلى الناس نظرة الذراء وأنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم نعم نعم. الرياء، الرياء هو الشرك الأصغر، لأنه هو الرياء فرع ذنب أصلا. نعم. وهو فرع الشرك، شرك أصغر. نعم. شرك أصغر. سبحان الله. أن الرجل يصاب الرياء بمعنى أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، أو يعني يرائي الناس، يعني يصنع شيئا وهو لا ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى. يعني كلما يعني من خلف إلى الصلاة ولا مثلا يعني من خلف مدير المؤسسة يقول فيه كلاما ما قال مالك في الخمر كما يقولون، فإذا لقى المدير ما شاء الله قرارات سيادتكم لا 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 مبارا عليها، بورك فيكم وفي قراراتكم سبحان الله، فأحلام سيادتكم أوامر، وهكذا كلام التهريج الذي يقال. يا أخي والله لو خرج عبد الله بن مسعود ورأى مثل هؤلاء لقال بأي دليل أنا زعيم المنافقين؟ يعني ده يستصغر نفاقه بجوار نفاق الكثيرين من الفراعين الصغار. وسبحان الله عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين، يعني يقول أنا زعيم المنافقين، يعني تعالوا شوفوا انظروا. يعني يقال إيه، كان في رجل اسمه سدوم، كان قاضي ظالم يقف مع الظالم ضد المظلوم، ومع الغني ضد الفقير، ومع الحاكم ضد المحكوم. والعياذ بالله. فضرب به الناس قالوا أظلم من سدوم. فقال الشاعر فكانت تضرب الأمثال بجور سدوم وهو من أظلم البشر، فلما بدت في الكون آيات حكمهم إذا بسدوم في حكومته عمر. هذا يعني يأتي المصاب يرقق بعضها بعضا. هذا من معاصي القلوب، الرياء والكبر. العجب، يعجب الإنسان سبحان الله، يعجب بعمله. هذه معصية كبيرة. هنا أنا أصلي فلان لا أصلي، أنا لا أشرب خمر فلان. يا أخي لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يتريك، هذه مصيبة. العجب. نعم. والعجب يمحق العمل. ثم الأمن من مكر الله، هذه كبيرة. يأمن وربنا غفور رحيم سبحان الله. حتى اللص يذهب ليسكن يا رب استر. ألا أي دعاء هذا؟ هذا بجاحة وخدمة أدب. ربنا يسهل إن شاء الله. سبحان الله العظيم. استعنا بالله. ربنا يحفظنا ربنا بالله. كمان القنوط من رحمة الله، هذه كبيرة قلبية. يقنط طبعا، المؤمن لا يقنط أبدا، لا ييأس أبدا، لا ييأس سبحان الله. الجوارح، نأتي الجوارح. تعالى من أعلى. نعم. النظر، النظر، النظر إلى ما حرم الله. نعم. عز وجل. ثم النظر بازدراء للمسلمين واحتقار، هذا في العين سبحان الله. نعم. تعطيل نعمة العين عن طبيعة ما خلقت له، لأنها نعمة، هذه معصية، ما يجب أن تستغل. ما نعمة العين كما قلنا في حلقة الشكر؟ أن إن رأيت سيئة تعاميت عنها، وإن رأيت منك حسنة أذعتها. قال عمر رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء الذي ترعاني تسمعني أذناه وترعاني عيناه، إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذعه. ألم يقل أبو نواس لزوجته كانت تجلس وراء الستر فتسمع الكلام مع الأصحاب. نعم. فتنشر الكلام في الحي كله، فيقول لها يعني تنحي فاجلسي عنا بعيدا، أراح الله منك العالمين أغربانا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. سبحان الله. العدو ده خلاص أنا وصل إلى حد يعني. فتعطيل النعمة، تعطيل النعمة عن ما خلقت، وعطل النظر أن لا يفتح المصحف إلا من رمضان إلى رمضان، أليس في هذا تعطيل لنعمة العين؟ سبحان الله. بلى بلى سبحان الله العظيم. أن تكون عيني فيها أخلاق الذباب، بمعنى الذباب لا يضع إلا على الجروح والقاذورات. سليم. فلا ترى عين هذا الإنسان صاحب المعاصي إلا عيوب الناس، لكن عين السخط تبدو المساوية. ولذلك يقول إن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا تكفرن، قالوا أنا أكفر بالله يا رسول؟ قال لا تكفرن العشي، تعيش الواحدة من كنا يحسن إليها كذا وكذا، ثم إذا رأت منه هنة قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه مصيبة أخرى، عدم شكر النعمة. فالعين هذه لا تكون في أخلاق الذباب. يا أخي لا أتتبع عورات الناس، فإن كنت تتبعت عورات الناس فلي عين وللناس أعينه. فهذه كبائر العين سبحان الله. عمر بن عبد العزيز في الأنف قسمت عنده
عطور وبخور بيت المال، فوضع يده على أنفه تحجب الناس. ما هذا أمير المؤمنين؟ قال هل يستفاد منه إلا برائحته؟ هذا ليس من حقنا. انظر إلى هذا الحس. هذا الحس. نعم. هذا سبحان الله. تعال إلى الفم. يعني معاصي الجوارح أن يستخدم ألا يستعمل جوارحه فيما وضعت له وخلقت من أجله. هذه تعطلها. نعم. تعطلها عما خلقت له. تمام. تعال إلى اللسان. الغيبة. النميمة. غفاء الألسن هذا كثير. الغيبة. النميمة. الكذب. شهادة الزور. الفحش في القول. البذاءة. شتم الناس. الخوض في الأعراض. نعم. هذه كبائر اللسان. وهذه مصيبة. نعم. هذه مصيبة. كبيرة اليد. السرقة. الرشوة. هدايا العمال غلول. أن يأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسمائه. لكن دي منحة. دي هبة. دي إكرامية. سمي الحرام بغير أسمائه. هدية. هدية. سبحان الله. وهكذا إلى آخره. فهذه أن أعطل اليد عن المسح على رؤوس اليتامى، عن إعطاء الصدقة، عن مصافحة المؤمنين، عن صناعة الخير، عن كتابة الخير، عن صناعة شيء باليد مما يعين على نهوض المجتمع. هكذا. نعم. يعني في طرفة رصيدة كنت في السيارة مع شيخنا رحمة الله عليه محمد الغزالي عليه رحمة الله. ففي مصر السيارات الكبيرة النقل يكتبون أشياء غريبة على مؤخرتها هكذا. جمل عجيبة. الآن ثبتنا رب العرش نجدي. يعني أكبر كلام من هذا. فهذا يتحدي يتهدي. يعني فهذا يكتب إيه؟ كيداهم. كيداهم. يعني هي من الكيد يعني. هذه السيارة تكيد التعني. فنظرت للشيخ وكان له لمحات عجيبه، وكان عباره عن جبل من العلم ما شاء الله رحمه الله عليه. ايه سبحان الله، قبح الله الحمق. السياره هذه هو لم يصنعها، وهي مصنوعه لنا، لم يصنعها لا هو ولا مالكها. يكيد من هذا الاحمق؟ اذا كان اصلا احنا السياره دي يعني لم نصنعها، ولا يكيد من وضع الامور في غير النصاب. تأكيد السيارات الاخرى. لا لا لا. فحتى نفس التعبير كذا، يعني كان اوجه الناس يغيظ الناس. فهذه هي ايه في اليد. معصية معصية العين واللسان واليد. اليد اسمع. ثم القدمين. ان اذهب بهما الى مكان لا يرضي الله ولا رسوله. ولذلك قبل ان يذهب الانسان الى اي مكان يسأل نفسه سؤال. هل الرسول لو كان مكانه كان يذهب؟ لا. هذا معيار. وأن يعطل أقدامه إلى السير إلى أماكن الطاعة ولإعمار حركة الكون وهكذا. ثم هناك معصية أو كبيرة في البدن كله، وهي عقوق الوالدين. بالإشارة وبالعين يغلق الباب في وجه أبيه، يقلب المنضدة أمامه اعتراضا، يقاطعه، كل هذا يقول له. يعني العقوق في البدن كله، والعياذ بالله. فلا بد ان الاخوه والاخوات ونحن معهم يعني لابد ان نراجع انفسنا، نكتب. نعم. هذا نعم. وفي طريقه وسيله في ربع دقيقه. تفضل. ان كما تصنع الدول عمل للمراه، عمل للمعوقين، عمل الطفل، سنه مش عارف اسبوع المرور، اسبوع النظافه، ان اجعل انا اسبوع للغيبه، اسبوع للنميمه، اسبوع يعني مش اغتاب، يعني اتوب عن الغيبه. نعم. اتوب عن النميمه، اتوب عن النظر الى ما حرم الله الى اخره. يعني يكون عندي منهج عمل. نعم. هذه التوبه الحقيقيه. نعم. بارك الله فيكم. كل هذا له توبة لدى الله تبارك وتعالى، إلا الشرك بالله. إلا الشرك. نعم. نعم. طب فضيلة الشيخ عمر، أيهما أولى، التوبة من ترك المأمور أم التوبة من فعل المحظور؟ تتضح الصورة في ذنب آدم وذنب إبليس. طيب. أبونا آدم ارتكب منهيا. ترك المأمور. لا. ارتكب منهيا. لا تقرب هذه الشجره، هذا منهي. نعم. هذا منهي. ليس امر، هذا نهي. نعم. لا تقرب هذه الشجره. هذه الشجره. فارتكب المنهي. نعم. ابليس امر. يعني فعل المحظور. فعل المحظور. نعم. ابليس ترك المامور. اسجد. اسجد. امسجد. نعم. فادم وعاد وابليس لم يعد. فتكسير الامر وعصيان المأمور أشد جرما عند الله من فعل المحظور. أوضح. ثانيات. ثانية. احنا عندنا مأمور ومحظور، عندنا أمر ونهي. نعم. عندي أمر ونهي. يعني الله عز وجل أمرني أن
أقيم الصلاة أوتي الزكاة أصحى كذا من الأمر ونهاني عن الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض والعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عظيم. نعم. طيب الأهون هما كلاهما مصيبة. نعم سليم. لكن في مصيبة يعني أخف. إن المصائب يرقق بعضها بعضا. نعم. يعني سبحان الله. فالإنسان إذا ارتكب منهيا فنوازع الإنسان بالذات النفس الأمارة بالسوء تنزع إلى زين للناس حب الشهوات زين. نعم. مزينة. سليم. سبحان الله. فالتزيين هذا يضعف عزيمة الإنسان ضعيف العزيمة. هو ضعيف عزيمة أصلا. نعم. فهذه الشهوات تضعفه. تضعفه. نعم. فبالتالي يركن إليها. فارتكب المحظور. هذا محظور. هذا محظور. أما الأمر فهذه حدود الله عز وجل. وهي موافقة للنفس السوية. فكأنما يرد هذا المخلوق الأمر على الآمر سبحانه. سلم عليك والعياذ بالله. فمن الواجب أن أتوب أولا من ترك المأمور. أقيم الصلاة فإذا لم أقم الصلاة مصيبة. مصيبة. تعدل تماما اسجد. الله يرضى عنك سبحانه. ولذلك أقول شيء أخطر من هذا. موسى صاحب الخضر. نعم. واعترض عليه في مواقف ثلاثة. سليم. السفينة والغلام والجدار القرية. قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. نعم. طيب إذا خالف موسى الخضر في ثلاث فقال له هذا فراق بيني وبينك. ألا يخاف العبد إذا خالف الله ليلا نهار سنوات طويلة أن يقال له هذا فراق بيني وبينك؟ لابد أن يخاف. إبليس عصاه مرة ترد. يعني لابد من عصاه كثير. لا يا أخي. ألا يستهين الإنسان بمقام الله. لابد أن نستشعر. لابد أن نستشعر هذا قدرة الله ونستشعر عظمة الله ومقام الله عز وجل ونستشعر أن ربما يأتينا الموت الآن. هذا مهم. يعني باعتبارك ناظرا وفاحصا في هذه الأمور كيف نعد الناس إلى حضرة الإسلام في هذا الزمن بالذات؟ واسمح لي أنا أركز على الزمن الذي نحياه الآن. كيف؟ أولا يعني ليس العيب في الزمان. الزمان هو الزمان. الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ما تغيرت. عيب زماننا والعيب فيه قضية سبحان الله. نعم. لكن الأيام هي الأيام. القرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. من الذي تغير؟ نعم. الذي تغير هو الناس. بفعل من؟ بفعلهم هم. لا بفعل الله. ليس بقدر الله وقدر. لا بفعلهم هم. يعني المهم الله لا يريد الشر للعبد. الشر ليس من إرادة الله. الشر من إرادة العبد سبحان الله. يعني هذا مكتوب في القدر يا شيخ يعني عمر. يعني طيب عظيم عظيم. ألم نسمع قول الجن عندما كانوا في قمة الأدب وقالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فجعلوا الشر بنية للمجهول. نعم. ألم يقل خليل الرحمن أبو الأنبياء عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت ويسقيني نسب الشر إلى نفسه. ألم يقل الخضر مع موسى فأردت أن أعيبها وفي الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يعني إذا الشر ليس يقول الصالحون في دعاء والشر ليس منك وليس إليك وإنما الشر مني أنا. يعني الصحابة يعني نحن الذين صنعنا بأنفسنا ما نحن فيه الآن. طبعا كيف نرجع عن ذلك؟ أولا نحن جميعنا للأسف قد أعلننا الصلح مع جميع أدوات الدنيا مع الكمبيوتر. في صلح بينه وبين الكمبيوتر تخرج المعلومة. في صلح بينه وبين التلفاز. في صلح بينه وبين الكتاب. في صلح بينه وبين المصنع. في صلح الدنيا يعني. وبين ربما الأعداء الذين ينصبون للأعداء. لكن ما أصلحنا ما بيننا وبين الله. هذا مربط الفرس كما يقولون. هذا الوتد الأساسي. هذه المشكلة. نصلح ما بيننا وبين الله. فإن أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا. الذئب والغنم. هذا شوف أصلح كل سبحان الله. يعني نحن قوم خفنا من الله فأخاف الله من أو خوف الله من المخلوقات كما قال ابن عباس. هي كده. يعني ليس بتقدم ولا بازدهار ولا بتخرج ولا التقدم كل التقدم ليس جاهلية ما قبل الإسلام أنهم لم يكن عندهم طائرات. لا. الجاهلية أن يعبد العباد غير رب العباد وأن يعبدوا طواغيت من دون الله. التقدم كل التقدم أن أعبد الله رب العالمين فإذا عبدته يسهل الأمور. مولانا يعني هنالك من يقول لا أود أن أقطع رزقي بيدي ولا أود أن أحط مستقبلي بيدي وربما هذه طبيعة الظروف وهذه طبيعة الأيام
والعوام وهذه طبائع الناس. ماشي ماشي. هؤلاء هم الإمعات. الإمعات جمع إمعة. جمع إمعة. والرسول ينهى ويحذر لا يكن أحدكم إمعة. قالوا من الإمعة يا رسول وما الإمعة؟ قال أن يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. لن ينفعني يوم القيامة. لا ما مثالها؟ ما مثالها؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. النتيجة غريب. النتيجة إيه؟ فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. يعني لم يدخل الشيطان تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار والعياذ بالله. بارك الله في يعني في آخر هذه الحلقة مولانا ربنا تبارك وتعالى كما قلنا في بداية الحلقة يعني لا ينقص من وزنه من خزائنه ومن عرشه ومن ملكه فساد الأرض جميعا ولا يزيد في ملكه صلاح الأرض جميعا، فهل يفرح ربنا تبارك وتعالى بتوبة عبده؟ كما تقول أنت لا ينقص من وزن كون الله شيئا، من وزن كونه الذي خلقه شيء بمعصية العباد جميعا. لو 6 مليار كانوا على أشقى وأفجر قلب ما نقص الموت. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم اجتمعوا على أتقى قلب ما زاد ذلك، وأفجر قلب ماذا لو اجتمعوا وسأل كل واحد منكم مسألته وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك بالملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذه قضية. ولذلك يا من لا تغلطه لا تعجزه كثرة المسائل ولا تغلطه كثرة الألسن. يا سلام. يعني شوف كم لغة في العالم؟ كثير. والله عز وجل يسمع ويجيب. كم من طلب؟ هذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا. كثير. حتى الأعرابي الذي رآه ابن مسعود، وابن مسعود كانت له أذن تعلمها أذن إيمانية سمعها من رسول الله، لما رأى المطر لا ينزل الأعرابي وفي حالة حرقة قال رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدالك أنزل علينا الماء لا أب لك. هذه عند العرب يعني هجاء هجاء. فقال ابن مسعود صدق العربي لا أب له ولا ولد، انظر إلى الأذن التي تسمع ليست أذن ذبابية. إذن يفرح الرب تبارك وتعالى. الله أفرح بتوبة عبده المؤمن، انظر إلى حديث رسول الله عليه السلام. الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل خرج ومعه راحلته فضاعت منه عليها رحله وسقاؤه وطعامه وكساؤه، فنا ينتظر تحت شجرة الموت أو غيرها أهلك خلاص انتهى موضوع الحديث بالمعنى. فلما استيقظ وجد راحلته عنده عليها كساؤه وطعامه وشرابه. الله يفرح، انظر هذا العبد كم يفرح بعودة النجاة إليه. الله يفرح وهذا لا يزيد بتوبة عبد يفرح. وذلك نحن يجب أن نفرح أيضا، يجب أن نهنئ التائبين. يعني مثلا إنسانة ترفض الحجاب فتحجبت، يجب الأخوات كلهم يذهبوا للتهنئة. ما شاء الله نخلق عليها الوسائل والسبل. لا نتكلم عن الإمعات من الناس، نحن نتكلم عن أهل الله، نتكلم عن أهل الاستقامة، نتكلم عن الذين يراد منهم الخير ويراد بهم الخير. هؤلاء هم يعني من نريد. هؤلاء علينا أن نفرح الله تبارك وتعالى يعني. ونفرح الملائكة التي انتاب العبد فرآه مفرحه كما فرحنا. بارك الله فيك ان شاء الله. نود من فضيلتكم دعاء بسيطا في التوبه على الله تبارك وتعالى يستجيب لنا في هذه الحلقه المباركه. نختم به الحلقه. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. العباد لك كثير ولا رب لنا سواك، فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. نحن وانت انت، نحن العوادون الى الذنوب وانت العواد الى المغفره، فاكرمنا بفضلك وكرمك وتب علينا واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم استجب وتقبل يا ربنا. الى لقاء اخر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألقى به
كل الصفا وأعيش بين الأصفياء.